في ماتش كنت بتحكم فيه وغلطت غلط يعني غير نتيجة المباراة وروحت من كتر ما انت زعلان مش عارف تنام. فاكر الماتش ده؟ ماتش واحد، دي ماتشات كتير يا واحد. افتكر لي ماتش منهم. كان ماتش التصفيات افريقيا، وانا شايف ركله جزاء سليمه يعني، احنا السنين عدت يعني، كان بين الهلال السوداني وفرقه من الجزائر، وفرقه من الجزائر اوكي، وفاق السيف الجزائري، كان معايا احمد ابو العلا حكم مساعد، وكابتن ريشه كبير طبعا كان معايا حكم رابع. فانا لعيب بتاع السودان عدى وركله جزاء، صفرت ركله جزاء، لقيت كابتن ريشه قاعد بيعمل لي كده 100 100، لقيت احمد ابو العلا بيقول لي 100 100، خلاص بقى. بس بتوع الجزائر يا احمد بيعترضوا اعتراض غريب جدا جدا، خلاص انا شايف ركله جزاء، حسبت ركله جزاء. المهم بعد الماتش رحنا الاوتيل، راح المراقب ناداني قال لي تعالى عاوزين نرجع الماتش مع بعض، انا زعلان منك قوي. فقلت له عشان ركله جزاء، قال لي ايوه عشان ركله جزاء. قلت له انا عارف. قال لي ما طردتش العيب ليه؟ قلت له ما طردتش العيب ليه؟ قال لي لعيب الجزائر ده ضارب بلعيب السودان، كنت لازم تطرده، فهو شافه زي ركله جزاء. قلت له طب خلاص كده تمام الحمد لله. وانا مروح بقى ما خلصت اجتماع، لقيت والدي الله يرحمه بيكلم بيقول لي سمير عملت ماتش كويس. قلت له الحمد لله. قال لي ايه ركله الجزاء اللي انت حسبتها دي؟ قلت له ايه يا بابا ركله الجزاء؟ قال لي على مين؟ قلت له بتاع الجزائر ضرب بتاع السودان. قال لي ده ما لمسوش. طبعا عبال بقى المسافه من السودان لمصر بقى كان يوم صعب قوي، وطلع قراري غلط.